الإصحاح رقم 3، إصحاح رقم 3 يسبق الإصحاح رقم 2. وكان بولس الرسول وهو بيكلم تيتوس بيديله حبة وصايا. الوصايا دي بتتكلم عن الشخص المسيحي الحقيقي اللي ليه علاقة حية مع الله. مش كل شخص مسيحي ليه حياة مع الله، في شخصيات مسيحية على قلبها ان يكون امين مع الله، وفي شخصيات مسيحية مكتوب في البطاقة بالاسم انه ايه مسيحي. انت تعرف الله ولا متعرفوش؟ اعرفه. كل الناس هتقول انا عارفه كويس قوي، لكن المعرفة الحقيقية هي معرفة احتكاكية بيه. معرفة ايه؟ احتكاكية، يعني بحتك بيه، بتكلم معاه، بقعد معاه. فبولس الرسول بيتكلم على النقطة دي، انت شخص مسيحي حقيقي ولا شخص مسيحي مكتوب في البطاقة بس مزيف؟ ما في مسيحيين كتير لكن هم عايشين مع الله؟ لا، في مجرد صورة، مجرد صورة انه مسيحي لكن اعماله بتنكر ده، افعاله بتنكر ده، حياته بتنكر ده، حتى اللي حواليه شايفين برضه فيه ده. فبولس الرسول بيتكلم في الاصحاح الثاني في الرسالة دي عن علاقة الشخص المؤمن بغيره، من المؤمنين، علاقتي بغيره سواء كان مؤمن أو سواء كان إيه غير مؤمن، يعني له علاقة مع الله أو ملوش إيه علاقة مع الله، بس أنا متواجد في الحياة. لكن أنا متواجد في الحياة مش لوحدي، مش عايش منعزل، لكن أنا بعيش في إطار جماعي، فلابد أن يكون فيه مشاركة. والمشاركة ده دي مع المسيح أو غير المسيح. فمهم أن المؤمن يكون ليه علاقة مع الشخصيات اللي حواليه في المجتمع. وابتدى بولس الرسول يحطها في آلة نصيحة لتيتوس أن يوجهها لأهل كريت. هو أهل كريت في شخصيات كتير دخلت المسيحية، عشان كده بولس الرسول خلى تيتوس هو الأسقف بتاع مدينة أو جزيرة كريت. وابتدى يقول له خد بالك بقى من الشخصيات اللي عندك دي، لأن الجزيرة دي الناس اللي عايشين فيها كانوا ناس يعني بلطجية، بلطجية، وبيعملوا شغب كتير، وبيتخانقوا كتير، وفي نسب أكل بينهم وبين بعض كبيرة قوي. يعني أصبح إن الشعب دوت يعني في جرائم، ناس مش كويسة. طيب الناس اللي زي دي لما تدخل في المسيحية لابد من تغيير مسيحي يلفهم، يعني يتحولوا 360 إيه درجة، من حياة إلى حياة، من ظلمة إلى نور، ومن باطل إلى إيه إلى حق. ده مهم قوي. فبولس الرسول بيكلم تيتوس خد بالك، مهم قوي إن الناس دي تحط قدامهم الكلام ده. بولس الرسول بيتكلم على كده لأن الناس اللي هي ابتدت تتغير دي أهل كريت اتغيرت للأحسن. ففي ناس بصلهم ليه بقوا كده؟ ليه ما بقوش ياخدوا حقهم بدراعهم زي الأول؟ الناس دي ليهم تقاليد تانية غير التقاليد بتاعتنا، وابتدوا ينقضوا في قلب الكنيسة، وخصوصا اليهود اللي كانوا موجودين في جزيرة إيه؟ كريت. لأنه حيثما وجدت التجارة وجد اليهود هناك، ده كان في العهد الإيه؟ القديم. أي حتة فيها تجارة يبقى فيها يهود.
فاليهود ما عجبهمش اللي بيحصل من المسيحيين، فابتدوا يقولوا ان الكنيسه ديت بتعصي القوانين بتاعتنا، وطلعوا على الكنيسه انها دي موجوده داخل دوله لكنهم هم ايه دوله ثانيه. عارفين يعني ايه دوله غير دوله او دوله مقيمه جوه دوله؟ ها الكلام دوت مش حلو ان يتعمل دوله جوه دوله، يعني في ايه، في جزئين منقسمين على نفسهم، ودوت ممكن يشب فيه حريق كبير قوي في قلب الدوله. عشان كده بولس الرسول قال له خد بالك من الناس اللي زي دي، الناس اللي هم تحولوا من والى، خد بالك منهم كويس قوي، لابد من تعلمهم التعليم الايه الصحيح. عشان كده بدا الاصحاح الاولاني وذكرهم، قال له ذكرهم ان يخضعوا للرياسات والايه والسلاطين. بولس الرسول بيقول له يا تيتوس خد بالك، ذكر الناس دي كويس قوي، الشخصيات اللي تحولت من الوثنيه الى المسيحيه مهم قوي انك تاخد بالك منهم، وجههم. اصبح ان تيتوس عليه مسؤوليه كبيره، ايه هي؟ ان ينبه الناس اللي موجوده عنده. هو بيقول له كده ليه؟ علشان الحكومه لما تلاقي المسيحيين منساقين للطيار بتاع الراجل المسؤول عن الدوله وماشيين معاه، ما يجيش واحد يهودي ويوقف الدنيا بتاعه المسيحيه في داخل جزيره ايه جريت. عشان كده قال له ذكرهم ان يخضعوا للايه للرياسات والايه والسلاطين. خد بالك منهم، خلي عندهم حته طاعه خضوع. يبقى انا مهم قوي اني الراجل المسؤول عن دولتي اكون خاضع وايه وطائع لي، ما جيش اقوم ليه اعمل ده، لان الله سابه في المكان ده. يبقى الرئيس ربنا سابه في المكان ده، يبقى انا لابد ان انا اقدم له واجب الطاعه واجب الخضوع. هتقول له على اصل لا الشخص ده مش من ربنا لانه فيه وفيه وفيه، هقول لك اه ممكن، بس هل الرجل دوت اتحط في الوقت ده لعمل معين؟ لكن هل هيكمل؟ مستحيل. كمل اللي قعد كمل سنه، كمل المده بتاعته، ما كملهاش وايه واتسجن ومات، صح؟ يبقى الله لما يكون في واحد قاعد سنه واثنين وثلاثه واربعه، هو رايد لي ان يكون في الوضع ده، وبالتالي انا مهم قوي ان انا اخضع ايه لي. تفضل يا استاذ رفيق. شكرك. فعلا كان لابد من التنبيه دوت علشان يقولوا ان المسيحيين فعلا مش جايين يعملوا ثوره وانقلاب، لكن هم خاضعين لمين؟ للمسؤول، خاضعين للمسؤول، والمسؤول دوت بيعمل لصالح الايه الشعب. فاكرين 11 11؟ كانوا قايلين الدنيا ايه هتتقلب. انا كنت في اليوم دوت رايح ادي درس ورا ربع العدوية، يعني المكان اللي ايه اللي هو عاوز اقول لكم انا روحت ليه. روحت اصل انا كنت حاسس ومتاكد تماما ان مش هيحصل اي حاجه، ورحت. احسن يوم رحت فيه في تلت ساعة هو اليوم ده، وأحسن وقت رجعت فيه بسرعة هو برضو الإيه اليوم ده. ده ما كانش فيه أي حد في الشوارع ولا حد في المواصلات.
الله رايد للشخص ده إنه يفضل في المكان ده بالرغم من التظلمات وبالرغم من الأمور المتعبة جدا لنا اقتصاديا، لكن الله وضعه في الوضع ده. وهو طلع واتكلم الراجل وقال إن ما كل العالم عايش بالوضع ده، حتى لو كان مختلف في المرتب اللي بياخده، لكن المرتب على قد الايه؟ على قد المشكله برضو اللي موجود فيه، ويمكن اقل، لكن ده على مستوى الايه؟ العالم كله. اصبح ان هذا الرجل الله وضعه في هذا المكان، يبقى لابد ان انا اخضع لكل رئيس موجود. انا مش هتكلم على الرئاسات بالنسبه لرئيس جمهوريه مثلا بس، لا، انا لابد ان انا اكون خاضع لكاهن كنيسه كمان. ما هذا رئيس الكنيسه، اسقف الكنيسه، يعني يعتبر قنص الكنيسه او الكاهن المسؤول في الكنيسه، لابد ان انا اقدم له واجب الايه؟ الطاعه برضه، واجب الطاعه. يبقى امر مهم قوي، ذكرهم ان يخضعوا للرئاسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل ايه؟ صالح. يبقى هنا بولس الرسول عاوز يوجد أناس في قلب جزيرة كريت، الناس دي تكون مواطنين صالحين، مواطنين صالحين. فهنا ابتدى يتكلم بولس الرسول لتيتوس إن الناس اللي عندك دي لابد إن يكون فيها صفات المواطن الإيه؟ الصالح، اللي إحنا بندرسها في الدراسات الفترة الأخيرة دي، قلنا عليها المواطنة. المواطنة هي صفات المواطن الصالح. صفات المواطن الصالح أن يكون مطيع، مطيع للقانون اللي موجود قدامه. يعني القانون قال لك أن في رئيس جمهورية، أطيع رئيس الجمهورية، مهم قوي أن أنا أطيعه. طيب لو حصل أن أنا انحرفت عنه القانون اللي هو حطه والنظام اللي هو حطه، لابد ان انا اعمل ايه؟ اتعاقب. فهنا بولس الرسول عاوز يقول لا، مهم قوي انك تطيع اللي قدامك، ويعني تكون عندك امانه حيه انك تمشي على نفس النمط اللي هو حطه لك. ليه؟ لانك انت مش عايش لوحدك. أنا عايش في وسط الناس، سين وصاد وعينه، أنا عايش وسطهم، وبالتالي أنا أتعامل مع ده وده وده بكل الفئات. عندي فئات كتير، فئات مسيحية وغير مسيحية، وفي فئات ملحدة كمان. في مصر ناس ملحدين على فكرة، عشان تكونوا عارفين يعني. فأنا لابد أن أنا أتعامل مع سين وصاد وعين، لأن التعامل دوت من منطلق أن أنا بحب المسيح، والمسيح قال لي خليك مثال حي لي عشان توصلني لكل اللي إيه؟ لكل اللي حواليك. حتى لو إيه؟ أوصل المسيح. أنت مثال حي بتشع نور للي حواليك. لو ما كنتش بتشع النور اللي حواليك، مين اللي هيشع النور؟ مين اللي هيوسع الدايرة؟ مين؟ انت مهم قوي انك انت وانت توسع الدايرة بايه؟ انك تكوني مطيعة. طيب تعالوا النقطة اللي بعديها، وهي ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح. يعني مهم قوي انك تكون مستعد لكل عمل صالح، مش تقول بقى انا هعمل على قد اللي بيدوه. لا، انت تشتغل وتعمل كل عمل كما المسيح قال ليك انك تتحرك ازاي. فانا بتحرك النهارده على الضوء ده، يبقى مهمتي الأساسية في الحياة أن أكون عندي استعداد أني أخدم اللي حواليا. ما هو إيه اللي هو العمل الصالح؟ ده عمل أنت بتعمله، يعني خدمة. مهم أوي تتحرك للي حواليك، مهم أوي. المواطن الصالح هو اللي بيتحرك للناس،
هو في شخصيات غير مسيحية بتتحرك للناس؟ آه، في منظمات وهيئات بتتحرك لصالح الإنسان، لكن الفكرة أصلاً جت منين؟ بتاعت المنظمات دي جت من المسيحية، جت من المسيحية إنها خادمة لكل الفئات، زي الصليب الأحمر، ما هو بيخدم الكل، دي حقيقة. يبقى أصبح هنا النهاردة مهم قوي دوري في الحياة إن أنا بتحرك، بتحرك، اتحرك، وعندك وسائل للتحرك كتير. اتحرك بكلمة حلوة، اتحرك بعمل كويس، اتحرك بمساندة آخر، اتحرك بآية، اتحرك إنك تكون مثال حي، يعني قدوة، اتحرك. فأنت مهم أوي النهاردة تكون مستعد للعمل، لكل عمل إيه؟ صالح. ولا يطعنوا في أحد. يعني إيه ولا يطعنوا في أحد؟ يعني ما يتكلموش بالسوء زي ما بتقولي صح كده. فنقعدش نتكلم على فلان ده حصل وحصل، ويا ريت كلمة حصل وحصل تبقى هي اللي حصل بالفعل، لكن أنا ممكن أحط لها إضافات كتير من عندي وأزود السوء سوء. لا، ده في ناس كمان مجرد إنها بس تتكلم، أنا أصلا أنا مش عارف ست المكان ده، طب ست المكان ده لا، أصل فلانة يعني هي اللي خلتني أستغرب. حب الاستطلاع بقى، وعاوز أعرف أكتر. طب إيه اللي خلاكي هي عملت معاك كده وسابت المكان ده، سبت المكان ده؟ أنا بدور على أخطاء أمسكها على الإيه؟ على الآخر، علشان أبتدي أتكلم برضو إيه؟ عنه. بس خد بالك، خدي بالك، المواطن الصالح يستر، المواطن الصالح يستر، الحب بيستر، المحبة تستر أخطاء اللي حواليك. المفروض تستر على غيرك، ده المفروض. علشان كده هنا بولس الرسول بيكلم تس، خد بالك من النقطة دي، إن هم اتغيروا، إن هم انتقلوا من الحياة للموت. فالمفروض بقى الكلام اللي فات ده القديم ده انساه، التيار القديم اللي انت كنت فيه خلاص ده انتهى، انت بقيت انسان جديد فيك روح جديدة. فابتدى يحطهم على الطريق الصحيح. ولا تعنوا في أحد، لكن راح مكمل بعد كده وقال ويكونوا غير مخاصمين. مهم أوي إنهم ما يكونوش بيخصموا حد. هو الرجل اللي اتغير ده، الإنسان اللي اتنقل النقلة المختلفة دي، بعد ما كان مصيره الموت خد حياة واتنقل النقلة دي. الموت إن أنا أكون مخاصم غيري، لأن جوايا تعب من جوايا لي، وهو بالتالي بيخصمني ويفضل الخصام. أنت عارف بكرة هيحصل إيه؟ مش عارف. أنت بتخصمه ليه؟ أصل خد وخد 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 وظلمني، وخد مالي، وخد فلوسي، وخد ميراثي. أنا أنت إيه؟ أنت إيه؟ أنت ليه ماسك في الميراث؟ أصل ده حقي، ليك حق، ليك حق تاخد حقك، خده بالقانون، بس ما تزعلش من أخوك، لأني بكرة أنت تفارق المكان وأنا بكرة أفارق المكان، لكن تفضل الناس فاكرة إن إحنا إيه؟ متخاصمين، وممكن كمان ما يفتكرون، ولا يفتكروا ده ولا يفتكروا ده. مين فاكر بولس؟ مين فاكر بول؟ ايوه، ما هو ده المفروض لغايه ما يعترف وبعد كده يسامح وبعد كده يدخل يتناول. ف
فعاوزين نقول مين فاكر بولس أو مين فاكر بولس؟ ما حدش فاكر بولس، لكن كل الناس فاكرة الأنبا إيه؟ الأنبا بولس. ليه؟ لأن أخوه ظلمه في الميراث، واخد حقه. ده أنا بكرة هموت وإنت بكرة هتموت، والفلوس دي هتضيع ما بين الإيه؟ الناس. طب وبعدين؟ وبعدين تعال يعني نروح للقانون. راحوا للقانون هما الاثنين، لكن هو فضل ان ما يكونش شايل من اخوه، فساب له كل الدنيا وراح قعد مع ربنا. هل كل الناس هتعمل زي القديس الانبا بولس؟ لا، مش كل الناس هتعمل كده، لكن على الاقل اروح اسامح اخويا واود واتكلم معاه، حتى لو في مشاكل بينه وبينه، لابد ان يكون ده موجود. لكن الناس بطبيعتها انها مش قادره تنسى. لو انت مش قادر تنسى، ربنا مش هينسى لك اللي انت عملته. لكن ربنا بينسى اللي انت عملته، فانت مهم قوي انك تعمل زي الهك اللي سامحك على اللي انت عملته وخلاك ليك حياه جديده. المفروض كده. علشان كده المواطن الصالح ما يعرفش الايه؟ الخصام. لكن راح جاي بعد كده وقال لي ايه؟ حلماء. دي صفة جديدة. ان يكون شخص حليم. المواطن الصالح اللي عندك يا تيتوس في كريت، لابد ان يكون شخص حليم. يعني ايه حليم؟ يعني متحكم في الطبع بتاعه. يعرف امتى يغضب وامتى ايه؟ ما يغضبش. متأني. هو حليم في كل شيء. موسى كان حليم، صح؟ موسى كان حليم لأنه ايه؟ زعل جدا لما الشعب عمل ايه؟ عمل عجل لنفسه وابتدى يعبده. ربنا قال له لا، ده تدبير الناس دي كلها. لكن ربنا اداله ايه؟ صبر. اداله ايه؟ حلم، انه يقدر يستوعب اللي هو الموقف اللي هو فيه. فأي امور في حياتك الشخصية لازم تتحكم في طبعك، لازم تتحكم في طبعك وتكون حليم مع اللي حواليك. طول بالك على قد ما تقدر، خليك طويل البال، طويل الأنام. جاء بعد كده المظهرين كل وداع لجميع الناس، ودي مهمة أوي. إنك أنت مهم شخص مسيحي حقيقي تكون وديع، يعني ما تكونش قاسي مع حد، ما يكونش قلبك يعني أسود مع حد، ما تجيش تقف وتتكلم بعجرفة، لكن ايه؟ اتضع قدام اللي حواليك. لكن خد بالك كويس قوي، وانت بتتضع الاتضاع دوت، مش معنى اتضاعك انك انت شخص ضعيف. لا، انت من منطلق القوة بتعمل ايه؟ بتتضع. السيد المسيح كانت ايه؟ متواضع الايه؟ القلب مع كل الناس. هل هو كان ضعيف قدام اليهود؟ لا. هل هو كان ضعيف قدام الناس اللي صلبوه؟ لا. لكن انا باخد الوداعة بتاعته واتحرك بالوداعة بتاعته، وانا بتحرك بيها بيبان قدام الناس ان انا ضعيف، لكن مع مرور الوقت بيعرفوا ان دي ايه؟ دي قوه، مش ايه؟ مش ضعف. يبقى مهم قوي ان احنا نظهر في حياتنا الوداعه والحب. مهم قوي، مش علشان الناس اللي حوالينا، لكن من
إنسان الجديد اللي أنا بقيت عليه. أنا بقيت إنسان جديد اتغيرت. ليه؟ لأن الحب امتلكني، حب المسيح امتلكني، فبالتالي لابد أن أنا أكون حليم ووديع. والحب المسيحي الحقيقي الحقيقي هو أنك أنت تكون قدام الآخرين مبين لهم الصورة بتاعت المسيح، قلبه الوديع الهادي. جه بعد كده وقال لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء. أنا عاوز قبل ما أدخل للكلمة دي، أستاذ معود بيقول لي قدامك خمس دقايق. قبل ما أدخل للحتة دي عاوز أقول كده نقطة مهمة أوي. إيه الدوافع اللي ممكن تخليني عند الصفات بتاعت المواطن الصالح الخمسة اللي إحنا قلناها دي؟ إيه الدوافع؟ إحنا قلنا خمس صفات للمواطن الإيه؟ الصالح. صح؟ كنا أغبياء، طائعين، صح؟ ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عايشين في الخبز، في الخبث والحسد، ممقتين ومقضين بعضنا بعضا. قبل دول يجي يقول لي كده خد بالك انت بقى، الصفات اللي احنا قلناها دي علشان يكون عندك الدوافع الأساسية اللي تخليك تقول أنا مواطن صالح الحياة اللي فاتت واتنقلت بقت حياة حاضرة في اختلاف ما بين الاثنين. اللي خلى عندي الصفات بتاعت المواطن الصالح حياة اللي فاتت كانت حاجة واتنقلت بقيت حاجة ايه؟ حاجة تانية. هناخد حاجتين من اول الآية دي. الحياة اللي فاتت الأسباب اللي هتخليني حليم ووديع، الحياة الجاية هتكون ايه؟ اتكلم على نقطتين متبقيين من اول الآية 3 لغاية الآية 7، ودول اللي هناخدهم المرة الجاية. هناخد حاجتين: الحياة الماضية للإنسان الذي عاش في الخطية، والخلاص اللي تم ليه في الحاضر بتاعه وابتدى يعيش للحياة الأبدية. ودول النقطتين اللي هنتكلم فيهم المرة الجاية.